تعالى أوريك نبوة اتنبأت عن حرب جاية بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط في سفر حزقيال الإصحاح 39، مكتوب كده: وأنت يا ابن آدم تنبأ على جوج وقل هكذا قال السيد الرب، هأنذا عليك يا جوج رئيس روش مشاك وتوبال، وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال، وآتي بك على جبال إسرائيل، وأضرب قوسك من يدك اليسرى وأسقط سهامك من يدك اليمنى. جوج ومأجوج، أول كتاب اتنبأ عن اللفظ ده كتاب حزقيال، هو ده الكتاب الأصلي اللي اتنبأ على اللفظ ده. جوج ومأجوج، جوج ومأجوج دول شعوب شرق الصين وشعوب إيران وشعوب روسيا، كلهم هيلتفوا هيجوا حوالين إسرائيل عابرين من نهر الفرات. نهر الفرات هيجف قدامهم، في تغيرات جيولوجية بتحصل في تركيا والعراق بسبب إن لازم نهر الفرات ده يجف، هيتجمعوا على شعب إسرائيل عشان يحاربوه. الله هيغير على شعبه وهينزل على جبل القدس الشرقية علشان يحارب كل الأمم دي اللي متجندة على إسرائيل، هيضربهم ضربة هلاك لدرجة إن عيونهم هتدوب. ده اللي مكتوب، ده اللي مكتوب. إحنا سكان الجيل الأخير، الحرب دي على وشك إنها تحدث، لأن إحنا في آخر 7 سنين من الأرض في حرب كبيرة جاية في الشرق الأوسط، بسببها الشمس هتطفي والقمر هيتحول لدم. احنا سكان الجيل الاخير، دور على فلك نوح التاني وابحث عنه في الكتب المقدسة، لانك بمجرد ما تلاقيه هتنول الحياة الابدية، بمجرد ما تقطف من شجرة الحياة هتنول الحياة. الرسالة دي هتلف تلف وتوصل لك.